تمام يا حاج خير. ابوس يدك يا دكتور، خد كيس تاني. ارجوك يا حاج خير، مش هينفع. ارجوك، انا شديد والله، بستحمل. الحاج فين؟ فين الحاج؟ اقعد اقعد يا بنتي، تشوف وقت العمليه، ادعي لي يا بنتي. قدم تجيب الخير وقدم تجيب الشر ان شاء الله. ربنا مش حيدلنا فيك ابدا يا حلو. دنيا تلاهي حزوها ملاهي فتوها كمان. يعني هعمل لك العملية. انت اللي هتعمل؟ انا دكتور ومعايا شهادة، ولا انت مستجل بيا؟ لا، بس مش الاول تعرف الرصاصة فين؟ في القلب. القلب كانت هتيجي في القلب، بس انا مديت يدي زحزحتها شويه بعيد عن القلب. مين اللي قلت لك دنيا تلاهي حزوها ملاهي فتوها كمالي؟ سيبه يا محمد يعمل لك العمليه، ما تخافش. عمري ما خفت يا توحيد، عمري ما خفت يا بنت ابويا. انا كان هيعمل لي عمليه زيك كده وقلت لا، بس انت قدامك وسع. وسع فين يا توحيد؟ في الدنيا، دنيا التلاهي. سيبه يعملها لك يا بوي. يعملها يا بنتي، بس القلب زحمة، في حاجات كتير هيقدر يشوفها وسطيهم. ما انت مش عارف يا بوي، كل حاجة جوه القلب وليها لون. ايوه، ازيك يا مرعي؟ قلنا لك مرعي لسه ما جاش. اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. استرها يا رب. دليله كامل، دليله أخوي. ربنا ينجيه يا جودة ويمد في أنفاسه. أنا مش عايز حاجة من الدنيا غير أن أشوف واقف على رجليه من تاني. ايه اللي حصل يا ابو العم؟ الحج فين دلوك؟ الحج جوا في اوضه العمليات. ربنا ما يجيب لنا في حاجه وحشه. والله يا عم انت ما تعرف انا بعز اخوك قد ايه. عارف يا ابو زكريا. لا ما تعرفش،
سيبك من غيرة الدنيا وهم الأيام والليالي، إنما ساعة الجد أخوك والد عمي وأخوي. اهدى يا أبو ذكري اهدى. سبحان الله، جنب القلب بثلاثة سنتيمتر. خير الحمد لله، ربنا كبير وربنا يخليكوا لبعض. طيب هطمن عليه. لا مش هينفع دلوقتي، سيبه يرتاح شويه. لا هينفع وهدخل. يا حاج خيري يا خيري بيه، بعدين في دماغ الصعيده دي. عمري ما حبيت حد كدك، كان نفسي عينيك ما تبصش غير عليا انا وبس. عشان كده انا غيرت من مرعي، غيرت جوي، لكن حبيته عشان حبك ليه. وعمري ما مديت عليه ايدي يا حاج الا كنت كل ما اشوفك تبص عليه النار تجي جواي، عاوز امسك في وشك واقول لك بص ناحيتي انا وبس. حتى بعد ما راح مرعي رجعت النار تجي جواي. عارف ليه يا ابوي؟ عشان مرعي لسه عايش، عايش جواك، واحنا متنا كلنا في عينيك. وديني جاي لك يا حاج النهارده وهحكي لك وهقول لك ايه اللي حصل يومي، يمكن تسامح. بعدين معك حاج خيري، وبعدين معاك انت كده مش بتحبه، انت كده بتموته. قوم اطلع بره لو سمحت، وما تقوليش مش طالع. قوم